وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً السبت طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وبعض مدن وعواصم العالم.